أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من كل سحر من كل سحر الله أكبر من كل سحر سحر الصديقات سحروها بدم الحي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا 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 أينما تكونوا أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا 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 أنا من الغائبين وتفقد الطير
وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين أم كان من الغائبين وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله أكبر الله أكبر من سحر الصور من سحر الصور من سحر الصور 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 سحروها بالصور سحروها بالصور سحروها بالصور سحروها بالصور سحروها بالصور سحروها بالصور بسم الله يبطل سحر التمريض 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 سحروها بالصور 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 سحر الصور سحر الصور من أقرب الأصدقاء سحر الصور من أقرب الأصدقاء سحر الصور من أقرب الأصدقاء سحروها للتمريض سحروها للتمريض سحروها للتمريض سحروها للتمريض سحروها للتمريض سحر الزنا والفساد سحر الزنا سحر الزنا سحر الزنا سحر الزنا سحر الزنا سحر الزنا والفساد 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 بسم الله بسم الله توكلنا على الله
توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله تحرقون لا تنصرون 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 تحرقون لا تنصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. من السحر الأسود السحر الأسود السحر الأسود السحر الأسود السحر الأسود السحر الأسود للتعطيل السحر الأسود للتعطيل السحر الأسود للتمريض السحر الأسود للتمريض 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 للتمريض. سحروها بالسحر الأسود للتمريض لتعطيل الحياة لتعطيل الحياة لتعطيل الحياة لتعطيل الحياة سحروها لتعطيل الحياة سحروها لتعطيل زواجها سحروها لطلاقها سحروها لطلاقها سحروها بين الزوجين سحر التفريق بين الزوجين سحر التفريق بين الزوجين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها إن الملوك إن الملوك إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 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 إن الملوك إن الملوك إن الملوك إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 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 إن الملوك إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن الملك اليوم
لمن الملك اليوم؟ 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 لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. بسم الله يبطل سحر عدم البصر، سحر عدم البصر، سحر في العينين، 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 سحر في العينين. بسم الله الرحمن الرحيم. سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، أعين الناس، أعين الناس، سحروا 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 أعين الناس واسترهبوهم، واسترهبوهم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، 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 من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس، الذي يوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رجع يطلع الفوق وقلت طفي الله يفوق مزيان مزيان لا تقرب عندي دابا باش نهضر البرق يسالينا نعم
ماشي مشكل قلت لي بغيتي تسوي باش تحسي دابا احسن مش حال. نعم باش نجي تقرب ليا التليفون باش نقولوا للناس شنو هما اللي باقي عندنا. سبحان الله سبحان الله الحمد لله. علاه بغا يدير كاع التشات. واخا ممكن هي تجلس هنا. ماشي كي كنت عند احمد. دابا الزيق فيه فيزيك ساعه وثاني. بسم الله قصرت سي سلطان ممكن تقول لنا شنو اكتشفتي في الحاله ديال هند حيت دابا انت ثالث راقي تقريبا كيدوز عندها بالنسبه للاخت هند الحاله دابا حاليا دابا ما بقى عندها حتى شي حاجه الحمد لله من الرقيه ديال احمد نافع يعني ملي خدم مع السي احمد نافع راه ما بقى حتى شي حاجه ملي جات عندي انا دابا يعني دابا درنا غير اكتشاف واش باقى شي حاجه من مور احمد نافع ولا ما بقاش لكن هي ماشي 100% بريت ولكن حيدت تقريبا 60% وكثر وكثر على حسب 41% باقا باقا عندك 20% ما نقولك ديالك تقدر تقول لنا ديالك هاد 20% اللي باقا لها ديال العلاج غير ديال الوسواس السيدة دابا حاليا ما بقاش عندها حتى شي حاجه الحمد لله داخليا ما كاين والو وانما كاين خارجيا دابا الا سولناها هي قلنا لها واش كتحسي شي حاجه من الداخل ديالك ربما غتقول لا ولكن الا سولناها على برا غتقول لك كنحس بشي حاجه من برا كاين ممكن تسمح لي هذا الرقم النمل كيطلع وتيهبط ليا مع هذا الرجل هذا هو هذا الشيء اللي باقي عندي شنو ممكن شنو تخص الحاله ديالي هذاك التنمل هذاك غير خارجي يعني على برا اما داخليا كوني على اكيد انه ممكن حتى شي حاجه دابا حاليا ما بقاش حتى شي حاجه لاحظت الفرق كاين الفرق بعدا لا كاين الفرق واخا خلي الميكرو الراقي سلطان نسول واحد السؤال دابا انت كتاكد لنا ان هند ما بقات عندها حتى حاجه داخليه بقى غير الوسواس اللي عندها وسواس خارجي يعني حيت الشيطان ملي ما كيلقاش من يوصل ليك كتبقى له اخر مرحله هي الوسواس انه يوسوسك على برا ملي كيوصلك من الداخل كيوسوسك على برا باش نفهموا باش يفهموا المشاهدين اكثر ان هند دابا ما بقاش عندها مشكل ديال السحر لا السحر دابا ما عندهاش مشكل الجن اللي كان ساكنه تاهو الجن اللي كان ما بقاش دابا حاليا ما بقاش دابا بقى واحد شويه 25% شي حاجه كنحس بها في 25 هذاك الخلل اختي هند على برا هذاك الشيء هذاك على برا ماشي حاجه داخليه انا كناكد لك 100% انه ما كاين حتى شي حاجه يعني داخليا ما كاين حتى شي حاجه وقتاش غتحسي بانه ما كاين حتى شي حاجه حسيتي دابا شويه مزيان ماشي دابا هي عند احمد نافع احمد نافع كنت بشكل عند احمد نافع حسيتي براسك خفيفه كنت خفيفتي مزيان بعدا الحمد لله يتالي تما يتالي تما مازال غادي ندير واحد الفيديو ونشكرو بزاف لا حتى هو دار اكثر من المجهود ديالو دار اكثر من المجهود ديالو حتى هو تنشكرو من هذا المنبر هذا السي احمد مرحبا اختي مرحبا على الرسول المعلومات اللي عطيتيني وهذاك الشيء اللي زعما قدمتي لي بالمساعده كنشكرك بزاف مرحبا اختي مرحبا على الرسول شدي الميكرو قولي لنا كيفاش كتحسي براسك حاليا انا حاليا خفيفه وكنحس براسي بخير الحمد لله كنحس براسي بخير الحمد لله واش ممكن تاكدي الهضره اللي قال انك كتجي فعلا ولكن واحد باقي واحد 25% كي كنتي كتحسي النهار الاول عند فيلم يوسف حالتي لا كي كنتي كتحسي انه ثقيله انا الوزن ديالي زائد وكنحس براسي بحال حاطه فوق جبل حاطه فوق جبل دابا الحمد لله حاسه براسي خفيفه حاسه براسي تبدلت حاسه براسي بغيت الحياه حبيت الحياه اما شحال هذيك مسنطاوي على راسي واش نقدروا نقولوا ان هند جديده اليوم معنا طابت الحال طبعا الحال غادي كنخرج من هاد الدوامه اللي انا فيها طبعا الحال كن زعما كنشكركم بزاف اخويا عز الدين كنشكر بزاف هذا واجب يعني كنتمنى ان تمد لي المساعده الناس اللي بحالي مرحبا مرحبا والله كنتمنى دابا دايرين مفتوح انا الناس كاملين الحمد لله والناس اللي تيجيو عندي راه عارفين هادشي كنتمنى اخويا تمد لي المساعده الناس اللي محتاجين هاد فعلا راهم في امس الحاجه للعلاج يعني وعافاك من الجانب المادي لواحد الا ما كانش عنده حاول تساعده مع هذاك الطلب بالنسبه بحال بحال يعني بحال خويا نعم بالنسبه لهاد القضيه ديال المادي اللي قلتي بالنسبه للمادي انا كنخدم بدون اشتراط اختي راه قلتها وغنعاود نقولها كنخدم بدون اشتراط
انا ما كنتشرطش على الناس. شكرا بزاف اخويا الله يسهل عليك. شكرا بزاف حيت كل واحد وكل واحد كل واحد والجهد ديالو دابا كل واحد بصح نيت واخا راه كاين اتعاب فيها راه يعني راه الرقيه الشرعيه راه ما سهلاش الرقيه الشرعيه اخي اللي تيبقى معايا انا 3 سوايع. نعم نخليو هذا الحوار هذا في فيديو اخر اللي نقدر نقول لكم مشاهدينا الكرام غادي نحبسوا اللايف هنا وغادي نقول لكم في لقاء في بث مباشر اخر. كما اكد لنا الراقي سلطان ان ما بقى حتى سحر او جن داخل الهند. الهند كبحال اللي ولات تولدات من جديد اليوم. نتمنوا ان الله يسهل عليها وترجع للحياه ديالها كي كانت هند قبل ما تزوج ولا ما عرفت كيفاش كي كنتي كتخيلي راسك الله اعلم. واش بغيتي زعما كانت تعيشي حياتك ديري تي بروجي وداكشي غادي نشوفو ان شاء الله غادي نعيشو معاك قلتي وقلتي وعاودتي قلتي الى هنا متابعينا الكرام نهايه البث المباشر في بث مباشر اخر ان شاء الله. شكرا.